السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نشغل الفيرتشوال رياليتي جوه الانسكيب. خلينا نفتح الريفيت اهوت واروح هنا بقى على الانسكيب، وبعد كده هقول له ستارت. من هنا هيبدأ ياخد المشهد ده كله ويشغله على الانسكيب. طيب ازاي ابدأ اشغل الفي ار؟ هتيجي من هنا وتقول له عايزين نشغل الفي ار. طيب خلينا نوصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهوت تمام. وينفع ان انت تشغلها على نفس الواي فاي او توصل كيبل، مفيش اي مشكله خالص. ده او ده شغال، يعني ممكن تشغله واي فاي بدون اي مشاكل خالص من غير كيبل، ولو عايز تشغله كيبل برضو مفيش مشكله. طيب هتلاقي ممكن يشتغل معاك ممكن لا. طيب دخلنا بقى على الموقع ونشوف ايه سبب المشكله وايه اللي ممكن يخليه ما يشتغلش، ما يتعرفش على الجهاز بتاع الفي ار. فقالوا لنا ان في حاجه اسمها ستيم، تعالوا نشوفها مع بعض. ستيم ده المفروض ان هو بتاع العاب، لكن احنا هنحتاجه بقى هنا عشان ايه نبدا نشتغل بيه. اهوت اهو دخلنا على الفيرتشوال رياليتي هيدسيت بتاع موقع انسكيب، ودي النظارة اللي انا شغال بيها. فهقول له سطب لي ستيم، وسطب لي ستيم في ار، وسطب لي ويندوز ميكسد رياليتي فور ستيم في ار. هو دول برضو ممكن تسطبهم من مايكروسوفت ستور. طيب خلينا نخش على ستيم واقول له انستول ايتم، ومن جوه ستيم هتسطب الاثنين التانيين، او ممكن من خلال الموقع، او ممكن تيجي هنا على ستور وتقول له انا عايز اسطب الستيم والستيم في ار موجودين، وبرده الويندوز برده موجود. نبدا نسطب اهوت. وممكن برده من ستور، يعني ممكن من الموقع الرسمي بتاع الستيم او ستور. تيجي تكتب هنا ستيم او ستيم في ار هيطلع لك برضو جاهز. هو ستيم ده مجاني، لكن اللعب اللي عليها اللي فلوس. بعد كده هقول له ستيم. لو انت عايز تسطب من الموقع تقول له ستيم في ار، هو اوتوماتيك هتلاقي هنا بيشغله عادي مفيش مشكلة خالص. او ممكن تشغله بقى من الستيم ستارت، يعني ممكن تيجي هنا وتقول له ان انت عايز تشغل البلاي ستيم في ار، هيسطبهولك على طول. فبدأت اسطب، فبيقول لي اهوت التايم في ار وستيم في ار والويندوز ميكسد رياليتي، دول انا سطبتهم على كمبيوتر تاني غير الكمبيوتر دوت يعني، لكن مفيش مشكلة نسطبهم تاني. اقول له سيت اب انستول ويندوز ميكسد رياليتي فور ستيم في ار. دول بيسهلوا عليا لما اجي العب في او اجي اشغل للنسكيب، يبدا الموضوع يكون اسهل واسرع ومفيش مشاكل خالص، لان من غيرهم ممكن شغل ممكن لا، حسب بقى كارت الشاشه وحسب الحاجات دي كلها. فدي تعتبر ملفات بتساعد على التشغيل. هما لسه ما سطبوش، فهتلاقي سيرشنج فور هيد مونتد ديسبلاي، لسه هو بيحاول يتعرف عليهم. لما يسطبوا هتلاقي الموضوع هيكون اسهل على طول، هيلقط هو الجهاز. برضه من ضمن الحاجات اللي هتساعد ان انت تشغل التطبيق بتاع الفيرتشوال رياليتي اللي عندك. تمام، انا عندي التطبيق دوت اللي هو بتاع الفيسبوك. اقول له بقى كونكت، وينفع زي ما قلنا تخش من خلال الكيبل او من خلال الواي فاي. ده البرنامج اهوت، بيقول ان هو مش كونكتد، فهشغل بقى البرنامج
ونوصله. ده الحل اللي انا شايفه. طيب ازاي بقى خليت في ستيم؟ جيت هنا على كاميرا ورحت قايل له كاستنج، وقلت له انا عايز اعمل كاستنج على الكمبيوتر. طيب هقفل كده. طيب لو فتحنا ستيم في ار، هو نزل تحت وش تحت صغيرة زي ما انت شايف. ممكن تيجي هنا وتقول له سيتنج، تدخل في الاعدادات الاوبن اكس ار، تقدر تعمل تشوف ايه الاي بي اي اللي موجود، الليارات اللي موجودة، الستارت اب اند شت داون. انا قلت له اعمل ريستارت للستيم في ار.